28 بيحاول الزمالك يظهر في الكادر الهجومي بكرة يوسف إبراهيم العرضية الحلوة اللي جلاها أو الموصلهاش مؤمن زكريا اللي بيعلي الكرة دلوقتي يوبا واحدة والتانية جول جول ياسر ياسر الصاعدون يتألقون الصاعدون يحسمون العرضية يا سلام يا سلام مفيش أحلى من كده كلام يا الراجل استلم تألق محمد نادر ادي هنا الحوار والفرحة وأحمد سليمان وهاني زادة إلى جوار أحمد جلال والمستشار مرتضى منصور إنما حلوة 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 ياسر 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 قال لك وأنا ليه وأنا ما جابش زيهم ليه ما هم جابوا شوفوا ضربة الرأس القوية من فتح الله شوفوا الاستلام والتصويب وضهره للجول يا ولد من ثقب إبرة يا ولد يا ولد يا ولد حلوة 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 مع الدقيقة 74 وكأنك يا سيدي ايه وكأنك فوتوكوبي نفس